موفي تالك الحلقة 7. العنوان: الملحمة الملحمية لحرب النجوم، مغامرة سينمائية خالدة. مقدمة: منذ إنشائها في عام 1977، استحوذت سلسلة ستار وورز على قلوب الملايين حول العالم. من بنات أفكار المخرج صاحب الرؤية جورج لوكاس، قدمت حرب النجوم للجمهور عالما مليئا بشخصيات آسرة ومعارك مثيرة ومعركة ملحمية بين قوى الخير والشر. في هذه المقالة، سوف نتعمق في سلسلة الأفلام الشهيرة، ونفحص تأثيرها على الثقافة الشعبية ولماذا تستمر في صدى لدى الجماهير من جميع الأعمار. البدايات: حرب النجوم الحلقة 4، أمل جديد، الدفعة الأولى في الثلاثية الأصلية، قدمت لنا مجرة بعيدة جدا، مليئة بالمؤثرات الخاصة الرائدة والنتيجة الرائعة لجون ويليامز، وقصة جذابة. أصبحت هذه الملحمة الخيالية الفضائية على الفور ظاهرة ثقافية. تم تعريف الجمهور بالشخصيات الشهيرة مثل لوك سكاي ووكر والأميرة ليا وهان سولو ودارث فيدر. الكون الموسع: مع اكتساب الثلاثية الأصلية شعبية هائلة، توسع عالم ستار وورز من خلال الكتب والقصص المصورة وألعاب الفيديو والمسلسلات التلفزيونية المتحركة، أعطى هذا الكون الموسع للجماهير غوصاً أعمق في الأساطير والتاريخ واستكشاف الشخصيات والجداول الزمنية المختلفة. لقد أظهر الإمكانات الهائلة لعالم ستار وورز خارج حدود الأفلام. ثلاثية سابقة: أدى إصدار الثلاثية السابقة في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن 21 إلى عودة المعجبين بالزمن إلى الوراء، واستكشاف أصول الشخصيات الشهيرة ونقاط الحبكة الرئيسية. تناولت الحلقات الأولى والثانية والثالثة صعود دارث فيدر، وسقوط الجيداي، والاضطرابات السياسية التي أدت في النهاية إلى أحداث الثلاثية الأصلية. على الرغم من أن هذه الأفلام تلقت آراء متباينة في البداية، إلا أنها ساهمت بلا شك في تشكيل قصة حرب النجوم. ثلاثية تتمة والفوائد العرضية: مع استحواذ شركة ديزني على لوكاس فيلم في عام 2012، بدأ فصل جديد في ملحمة ستار وورز. قدمت الثلاثية التكميلية المرتقبة، بدءاً من الحلقة 7، The Force Awakens، جيلاً جديداً من الشخصيات مثل ريو وفين وكيلورين. استمرت هذه الثلاثية في التقاط جوهر الثلاثية الأصلية مع استكشاف مناطق مجهولة أيضاً. إلى جانب الملحمة الرئيسية، توسع عالم ستار وورز بشكل أكبر مع أفلام عرضية مستقلة مثل روج وان، إيه ستار وورز ستوري وسولو، إيه ستار وورز ستوري. الإرث والأثر الثقافي: لقد ترك امتياز ستار وورز علامة لا تمحى على الثقافة الشعبية.
يمكن رؤية تأثيرها في عدد لا يحصى من المحاكاة الساخرة والمراجع وعدد لا يحصى من الأفلام والبرامج التلفزيونية الأخرى. أصبحت مبارزات السيف الضوئي الشهيرة والاقتباسات التي لا تنسى والمعركة الشاملة بين الخير والشر مرادفاً للامتياز. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت ستار وورز مجتمعاً مخصصاً من المعجبين الذين يشاركون بفارغ الصبر في الأزياء التنكرية والمؤتمرات والمناقشات حول التفاصيل المعقدة للأفلام. خاتمة: حرب النجوم ليست مجرد سلسلة أفلام، إنه يمثل ظاهرة ثقافية صمدت أمام اختبار الزمن، ويكمن إرثها الدائم في الطريقة التي استحوذت بها على أجيال متعددة، حيث أقامت روابط بين المعجبين وذكرتنا بالقيم الخالدة للأمل والصداقة والصراع بين الخير والشر. مع استمرار توسع ملحمة ستار وورز بأفلام وبرامج تلفزيونية جديدة، يظل هناك شيء واحد مؤكد: القوة ستظل معنا دائماً.